سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانك مان أبحاث استمرت ل 15 سنة على مادة التيتانيوم، لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتصاقها بالعظم البشري وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965 واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث، واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز، كما حصل على أكثر من 30 منصباً فخرياً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. أهلاً بكم النهاردة لحوار ولقاء من طراز خاص، لقاء من المستوى الأعلى في عالم طب الأسنان. خلي بالكم أنه في حاجات بيعملوها الناس دلوقتي تودي في 60 داهية، من ضمنها مثلاً ثقب اللسان أو ثقب اللسان. في بنات، بس الكلام ده بره في أمريكا يعني بتالي موجود، معرفش هنا في مصر هنلاقي بنت عاملة زي حاجة في لسانها، ده حاجة يعني سخيفة قوي، يعني حاجة سخيفة دي بتبوظ الأسنان جدا، تدمرها جدا. وهسأل ضيفي العزيز في الحكاية دي وأشوف بيدمرها إزاي. برضو من ضمن الحاجات الخطيرة قوي عادة قضم الأظافر، دي بقى موجودة في مصر كتير وموجودة في كل حتة في العالم، أو إن حد يمسك قلم رصاص ويقعد يعني حطه في بقه ويقعد يقطم فيه. أو الحاجة التالتة برضو دي بنشوفها، إن واحد أو واحدة تحط زي خلة كده ثابتة في سنانها، بيعملوها نوع من الايه يعني ده بشوفه في افلام الاجنبيه وشفته في امريكا، لكن في مصر يعني قليل. بس لو في حد بيعمل الحركه دي ما هو هيضر سنانه، اي حاجه موجوده تحت السنان دي خطره جدا جدا بين السنان وبعضها. فارجوكم الناس اللي بتتعامل مع اسنانها بغباء، بقطم ضوافر، باكل مش عارف تلج، الفتح بقى البيبسي، الحاجات الساقعه يعني باسنانها كده، الحاجات دي خطره جدا، ارجوكم النبي مش خطر. النهارده الحوار هيكون اكيد في الجزء ده في الاول، لكن هندخل النهارده على الثمن اللي ممكن تدفعه انك تفقد السنان فتحتاج زراعه، او السنان تبدا تتاكل او تتكسر في حته فتحتاج تجميل. القصه في النهايه ثمنها هيكون غالي، لكن مع علم الأسنان الأمور ستكون أكيد رائعة. ضيفي العزيز واحد من المبدعين في هذا المجال، والحقيقة أنا بسعد جدا بحواره العلمي الراقي والرائع جدا، وبينفرد بأسلوب دقيق في الغاية في التوصيف، والكيس ستادي تسمعوها كأحسن ما يكون النهاردة مع واحد من سوبر ستارز هذا المجال، ضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم إبراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطه الديزاين. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. في انجلترا يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان، علميا مفيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الأسنان هو الإمبلانتس، هو الزراعة. نسبة السكسس ريت بتتخطى 95%. الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إيدنبرا، استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. ضيف العزيز دكتور كريم، اهلا بيك ومنورني، وهذه زياره جميله بنسعد بيها. عايزك تقول لي الاول قبل ما ندخل النهارده عن الزراعه ونستمتع بحوارك فيها، تكلمني على الحاجات اللي انا قلتها دي. طيب احنا لازم نبقى متفقين ان الباد هابتس موجوده في كل المجتمعات، يعني واحنا في انجلترا كان عند الشعب الانجليزي في باد هابتس لازم نتكلم فيها، وكان يدور طبيب الاسنان التوعيه. يعني كنا نعمل حاجه اسمها سموكينج سيزيشن ادفايس، الناس اللي بتعمل تدخين بشكل غزير او هيفي سموكرز او اللي بيندغوا التبغ زي الانديانز، لازم يعني نوصل لهم فكره ان الهابت دي ليها اضرار معينه. الالكوهول درينكر او الناس اللي بتشرب كحوليات بشكل كبير، ففي كل مجتمع عندنا عادات سيئه، لازم دور طبيب الاسنان او دكتور الاسنان ان هو
يعني يوجه الشعب ده وثقافة الشعب ده انه يبعد عن العادات دي. منها العادات اللي حضرتك قلتها وبتبقى متواجدة شوية في الجلف ايريز اكتر، دول العربية اكتر شوية، بيبتدوا يحاولوا يعملوا في لسانهم البيرسينج، الحاجات اللي هي بتتحط في اللسان وما شابهه. واحنا دورنا ان احنا لازم ننبه ان الحاجات دي هتأثر جدا على فانكشن الحاجة اللي انت بتعملها، يعني هتأثر على اللسان، هتأثر على الاسنان او النطق او فلازم نبقى عارفين ان اعمل الهابتس اللي انت شايفها كويسة بس من غير ما تأثر عليك. النقطة بتاعت قطم الأظافر دي نقطة مهمة جدا. احنا دايما كنا في انجلترا نقول ان الاسنان ليها وظيفتين، ابتسامة والاكل، ملهاش اي وظيفة تالتة. ما تحاولش تعمل بيها حاجة تالتة، يعني ابتسم بيها وكل بيها كويس، ما تحاولش تستخدمها اي استخدام اخر، ما تقطعش بيها حاجه، ما تعملش بيها ضوافرك، لان في قصافه ممكن تقص بيها ضوافرك ويبقى يو ار سيف. لكن فكره ان انت تستخدم اسنانك في وظائف تانية بتعرضها دايما للخطر. فحطها قاعده كده ليك، ابتسم وكل بالاسنان، غير كده ما تفتحش بيها حاجه، ما تقطمش بيها حاجه، لان ده ممكن يضر بيها بشكل كبير. حلو قوي. طيب قول لي بقى، تمن بيكون غالي، السنه بتفقد صح؟ صحيح. ازاي طورتوا الزراعه فبقت الزراعه بعد ما كانت رعب وعالم مجهول في طب الاسنان وصلت دلوقتي الى انها رفاهيه؟ والله هقول لحضرتك حاجه دكتور ايمن، انا في بريتش بقالي فتره بتكلم مع البيشنت بتوعي ان احنا تخطينا مرحله الاساسيات. يعني احنا كان دايما من سنتين قبل ما نبدا الدكتور وقبل ما نبدا نتكلم في المواضيع دي بدقه شويه، كان البيشنت يجي خايف من الزراعه، من الالم، خايف من الوجع، يقول انا حالتي مش هتنفع للزراعه. بنينا ثقافه للناس على مدار السنين اللي فاتوا، فبقت الناس خلاص فهمت، وانا باكده تاني عشان اللي نسي او اللي ما سمعناش قبل كده، ان يا جماعه على مدار اخر سنتين مثلا عمر ما عيان اشتكالي من الم في الزراعه. يعني عشان الناس اللي قاعده تتفرج علينا ياخدوا الجمل دي، والفيصل بيني وبينك الكلينيك عندي في بريتش، يعني لو جيت لي حاسبني على الجمل اللي انا بقولها. الزراعه ما فيهاش الم تماما، انسى فكرة ان انت تروح الكلينيك وبتفكر في الزراعة وتفكر معها ألم. مفيش يعني الألم ده أقل بروسيدير بيظهر فيها ألم هي الزراعة. عندي في الأسنان، يعني أنا عندي حوالي 16 قسم مثلا، أكتر قسم ما بخافش منه خالص ان العين يتألم هو الإمبلانت، الزراعة. الزراعة تاني حاجة احنا نبهنا على الناس ان فكرة الحالة الصحية بتاعتك مش هتأثر خالص على الزراعة إلا في حالات دقيقة قليلة نسبتها لا تتعدى 1%. يعني مفيش مريض سكر دلوقتي يجي يقول لي أنا عندي سكر فمش هقدر أزرع. إحنا اتفقنا معاكو إن إحنا نقدر نزرع مع السكر عادي خالص، لكن الكنترولبل اللي هو أنت راجل بتاخد الدواء بتاعك وبتروح للدكتور فتقدر تيجي تزرع بشكل مبسط، وعملية الزراعة بقت أبسط ما يمكن. حتى الوقت اكدنا ان الوقت بتاعها بسيط جدا، 10 دقائق ربع ساعه في الظروف الطبيعيه هتكون خلصت الزرعه بتاعتك. وانا بتحاسب على الكلام ده، يعني الفيصل بيني وبين البيشنت اللي بيسمعنا الكلينيك عندي، انا جاهز انفذ ده من بكره معاك. فدي النقط الاساسيات. الحمد لله مشاهدين الدكتور بقى الثقافه عندهم عاليه جدا، وبيجولي فهموا ده وعرفوه من كتر ما كررناه وانا اكدت عليه وحضرتك بتاكد عليه، ان فهموا ان الزراعه دي هي الوسيله المثلى ان ابدا بيها اعوض اسناني اللي فقدتها. طيب ايه الجديد؟ ازاي طورنا في بريتش؟ ايه اللي احنا جايين نتكلم عنه؟ هي اللقطه دي. يا ريت نرجع تاني. ارجع يا باشا. يعني ارجع لي بس ثانيه. ايوه النقطه دي قبل ما تحط العظم وبعد ما حطينا العظم. اللي احنا عملناه ده يا دكتور اسمه سوكت بريزرفيشن. يعني ايه سوكت بريزرفيشن؟ احنا دلوقتي لما بنيجي نزرع بنحط حاجه تمثل جدر السنه، ونمثل بتحط حاجه تمثل الطربوش. فانت خلاص كده عوضت سنتك. امال ايه التطور اللي في تيم بريتش بالذات وعندنا في الكلينيك ابتدينا نشتغل عليه؟ حاجه اسمها الجي بي ار. اختصار ايه الجي بي ار ده؟ اللي هو البون اوجمنتيشن والممبرين. ايه ده؟ ان انا مش عايز المريض بتاعي بما اني بديله رفاهيات كتير يخرج بسنه بس، انا عايزه يخرج بشكل فك كويس وبشكل وش كويس. ودي انتقلنا لمرحله تانية خالص. يعني المريض كان هيحاسبني قبل كده على ايه؟ عندي سنه ماسكه كويس، في طربوش باكل عليه، انت كده يا دكتور نجحت. لا، في بريتش ما بقتش ده مقياس النجاح بالنسبه لي. بقى مقياس النجاح ان بعد ما المريض يزرع ايا كان زرعه واحده او زرعه 10، ان شكل الفك بتاعه جيد، شكل انتظام الفك بتاعه شبابي.
فبالتالي احنا ابتدينا نعمل عمليات تدعيم للعظم بتاعة الفك في الأماكن الضعيفة عشان نحافظ على حاجة تانية غير الأسنان، شكل الوش. ودي تفرق جدا، ودي المرحلة اللي أنا بقيت أحاسب فيها الديبارتمنت بتاع الزراعة عندي. بحاسبهم على إيه؟ الزراعة جيدة، خلاص دي نقطة تخطيناها والناس كلها عارفيننا وعارفين إن إحنا السكسس ريت بتاعنا عالي جدا. تعال أحاسبك على شكل اللثة حوالين الزرعة عامل إزاي، حجم العظم حوالين اللسة عامل ازاي، شكل وش المريض بقى عامل ازاي. دي المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها. فابتديت ادخل في قسم الزراعة، احنا كنا مرة دكتور شرحنا ان احنا عندنا مين المتخصصين في قسم الزراعة اللي بيشتغلوا، الراجل المسؤول عن وضع الزرعة، الراجل المسؤول عن وضع الكراون اللي هو التركيبات. ابتديت اضيف ليهم دكتورين لعلاج اللسة فقط. بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا ان بعد ما الزرعة تتحط يبقى عليها سكنس كويس من اللسع، اللسع حجم اللسع اللي موجودة كويسة وحجم العظم حوالين الزرعة داير ما يدور جيد. فبالتالي ابتدى المريض ياخد مني خدمة أفضل، وده اللي احنا بننفذ بيه دايما برا مصر، ان احنا نشتغل على وضع رفاهيات للمريض أكتر من اللي هو كان بيتوقعها قبل كده. زي حالة العظم دي أنا شغال عليها بقالي سنة، وعيانين بريتش بقوا يكتشفوا ويجوا يقولوا لي إيه؟ احنا مبسوطين قوي ومش فاهمين ليه مبسوطين بعد الزراعة، مع ان لما كان عندنا اسنان ما كناش حاسين نفس المتعة دي او الشكل ده. ليه؟ نتيجة ان اللسة والعظم اللي حوالين الزرعات اتعدل وبقى شكله احسن، فبالتالي المريض خد فيفربل اكتر او خد ميزة اعلى، وده بيفرق في الشكل جدا، فارق السماء من الارض. واسأل فيها دكتور ايمن على مدار 3-4 سنين فاتوا الناس اللي عملوا زراعة، ونسأل فيها كمان دكاترة التجميل نفسه بالظبط، ان هو هيلاحظ انه من غير فيلر ولا من غير، انا ماليش دعوه بالفيلر والبوتوكس. ده دي المرحله اللي بعد كده، بقول لك من غير ده الوش نفسه ملح بالظبط، الوش يعني نفسه سيمتريته كويس. الدكتور بتاع التجميل اللي هيعمل لك فيلر وبوتوكس بعد كده هيستفيد جدا باللي انا عملته، وممكن يقول لك مش محتاج، وهتفرق صعوبه الحاله بالنسبه له من سهولتها من اللي انا عملته. فاحنا بقينا بنتكلم مع المريض. احنا خد بالك يا دكتور ايمن دلوقتي داخلين انفيجن جامده جدا في الفيلر والبوتوكس، يعني دكاتره الاسنان ابتدوا يقولوا ان احنا احسن ناس نقدر نعمل ده كمان. بس يعني ناهيك ان انا لسه ما وصلتش لمرحله البرفكت ان انا اقول ان دكتور الاسنان يقدر يعملها بشكل بيرفكت. الشكل العظم والزراعه في بريتش هتسهل جدا على المريض اللي عايز يعمل تجميل للشفاف او فيلر او بوتوكس ان هي تستمتع جدا ان شكل وشها اتدرس كويس. فآخر نقطة بس عايز أوصلها، إن أنا بعد ما كنت بتكلم مع الدكتور بتاعي أنت بتحط الزرعة فين؟ بيتسأله أنت بتحط الزرعة فين؟ ونبدأ نشوف العظم حواليها، هل محتاج تدعيم من هنا؟ هل شكل الوش هيبقى هنا؟ هل الزرعة هتبقى على الطرف خالص؟ فالعظم هنا هيبقى رفيع فشكل الوش هيهدى. بقينا ندرس ده ونشتغل عليه، وده مهم جدا. إزاي نطور الفريق العمل الخاص هو فريق عمل بالزراعة؟ فريق ده مجموعة دول بتوع الزراعة صحيح. يعني دول مش الدكتور، انا بتكلم على ايه دول بقى؟ بص الفريق ده عبارة عن ايه؟ انا هوضح لك نقطة، عشان نقطة فريق العمل دي خطيرة واحنا اتكلمنا عنها كتير، ويمكن احنا من اوائل البرامج اللي اتكلمنا على فكرة ان الاسنان اتحولت لعمل جماعي. طبعا خلينا اخش في تفاصيل العمل الجماعي ده، لان في ناس فهمته غلط. بص دكتور ايمن، انا شرحت لك ان انا دكتور ريستوراتيف. يعني ايه ريستوراتيف؟ لما رحت ادنبرا درست حاجه اسمها ريستوراتيف دنتستري او تعويض الاسنان. ده اللي بيخليك يبقى عندك القدره انك تقود تيم، يعني تقود فريق حواليك. فلو راجل سبيشالست في حاجه تانية هيبقى بيعرف يعمل دي، بس الاستعاضه الاستعاضه دي اللي انا درستها دي تخليك تقدر تقود فريق عمل. بس دكتور ايمن في حاجه مهمه لازم الناس تفهمها، ان انا لازم ابقى موجود في كل خطوه. يعني اللي الناس بقى يروحوا، والشكوى في الدول العربية بالذات وفي مصر، ان المريض بيجي لي يقول لي الدكتور اللي حط لي الخطة العلاجية ما شفتوش تاني، دخلت للمتخصص ده وللمتخصص ده وللمتخصص ده وما شفتش الدكتور اللي حط لي الخطة العلاجية اللي هو اهم واحد لازم يبقى متواجد في فريق العمل. فمش عيب انك انت تسأل على الدكتور في كل فيزيت وتقول فين الدكتور اللي عمل لي ريستوراتيف دنتستري عشان يشرف على الخطوة اللي بعديها، او انا داخل القسم اللي بعديها هيعمل ايه. يعني هوضح بشكل اكبر، لو انا عندي مريض شرحت له الخطه العلاجيه وقلت له ان انت هتدخل قسم الزراعه، قسم الزراعه ده فيه 3 متخصصين، منهم واحد للجراحه، واحد لعلاج اللثه، واحد للتركيبات.
انا اللي لازم اقول لكل دكتور امتى يدخل وامتى يخرج، امتى يكتفي بده وامتى يعمل لي حاجه افضل. طب لو سبته للثلاثه دول من غير ما انا ابقى موجود، هيحصل دايما كونفليكت في التريتمنت بلان، ان كل دكتور ابتدى عايز يطلع الحته بتاعته احسن حاجه فيتدخلوا مع بعض. احنا مش محتاج دي، انا عايز ده اللي يخش دلوقتي. فتاني نقطه بنأكد عليها، هتقابل مثلا في قسم الزراعه 4 دكاترة، منهم اهم واحد اللي انا اتكلمت عليه النهارده بتاع علاج اللثه، اللي هو مهم جدا جدا جدا، بس لازم تسال عليا او لازم تطمن ان انا موجود حواليك او في الاطار، لاني لو اختفيت خالص هنكتشف ان انت بتعاني من تداخل التخصصات دي، وان الخطه العلاجيه ابتدت يحصل فيها نقط ضعف زي ما بيقولوا. فاحنا بنأكد واكدنا على ده، وجود الريستوراتيف دنتري او وجود الدكتور اللي انت رايح له لازم يبقى متواجد معاك. فكره ان الدكاتره يتخيلوا ان مهنه طب الاسنان دي مهنه بزنس، افتح فرع واثنين وثلاثه واربعه وابقاش موجود فيهم خالص واسيب دكاتره تانية تشتغل، دي ازمه عندي لازم انبه فيها الناس. دي كارثه بالظبط كده، دي كارثه كبيره. فمش بس في الاسنان، في اي فرع، في كل حاجه. بس في الاسنان بقت خطيره، لان يا دكتور ايمن الناس بقت تستسهل قوي. انا مش مهم ابقى موجود مع العيان بتاعي، ادخله للقسم ده يشتغل. فانا بقيت اشوف، لا وان انا اصدر، يعني الناس لسه ما عندهاش الخبره تشتغل مكاني، دي نصيبه سودة. وحتى لو عنده يعني الخبره بس مش دارس كل حاجه، مش عارف كل حاجه. المصايب بتيجي درجات، ما هو بالزبط. انت قلت درجه صحيح، لكن انا قلت الدرجه الاسوء. صحيح يعني انا فعلا قابلت بيشنت راح للكلينك، هو راح لدكتور معين عارف ان هو شاطر، ما قابلوش خالص، ما شافوش، ولو شافوا مره واحده بالصدفه. طب فين الادفانتج اللي انت خدتها؟ يعني انا بقول لهم دايما، امال انا يعني انا ببذل مجهود غير طبيعي دكتور ايمن عشان احافظ على فكره ان انا لازم اشتغل بايدي. طبعا لازم اشارك، لازم اعمل حاجه اوري، لازم اي خطوه بنا لو انا مش بعملها انا لازم ابقى عارف انها بتتعمل. هي دي يا دكتور ايمن. يعني انا مثلا ما احنا بتاع زراعه بيعمل زراعه، لكن انا ببقى اللي شايف الخطه العلاجيه وعارف ان الزراعه دي بتتعمل دلوقتي وعارف النوع وعارف الشكل وعارف ان اتعمل له سي تي وعارف كل حاجه اتعملت. لا يا دكتور ايمن، انا كمان عامل في السيستم والعبتش ان انا لازم ابقى موجود في خطوات معينه الخطه تقف لو ما تواجدتش فيها. يعني مثلا يا دكتور ايمن، تصوير السرك السرك، واحنا الجهاز ده زي ما حضرتك عارف قد ايه الادفانتج بتاعته، انا لازم اصور. ليه؟ لان في نقط معينه لو انا ما صورتهاش هخسر كتير فيها. فزي ما اتفقنا ان فريق العمل بتاع الزراعه مهم يتطور جدا، لكن مهم ان الدكتور اللي انت رايح له تلاقيه وتسال عنه وتعرف ان هو متابعك ويقابلك بعد كل خطوه. لو سالتك عن نسب النجاح والفشل هيبقى سؤال تقليدي، انا عايز اسالك على ايه اللي يخلي النسب دي تزيد او تقل. النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها ده جزء، دي اهم نقطة، ان انت فريق العمل متواجد بكل افراده بالقائد اللي موجود معاهم، ده مهم جدا. طب ايه تاني؟ احيانا سن الحالة الصحية. لا السن، لا السن، انا ممكن يدخل لي شاب عنده 20 سنة تبقى نسب نجاح الزراعة عنده اقل من واحد عنده 80 سنة. امال ايه اللي يفرق شوية؟ التدخين. كل ما التدخين يزيد بكمية كبيرة الهيفي سموكرز نقل شوية نسب النجاح. السكر لو uncontrollable، يعني لو انا مش بتابع السكر بتاعي خالص نسب النجاح بتقل، ده بالنسبه للمريض. بالنسبه للدكتور عنده نوع الزرعه لازم يستخدم زرعه نسب النجاح بتاعتها عاليه، ونسب النجاح بتاعت الزرعات يا دكتور تقارن جدا، دايما بحب المثال ده، العربيات. في مرسيدس وفي بي ام وفي، انا مش عايز اقول اعلانات خلاص يعني بس اقصد في انواع عربيات عاليه جدا وفي انواع عربيات عاديه، ودي عربيه ودي عربيه. الزرعات كده برضو، كل ما الجوده الكواليتي بتاعت الزرعه تتحط، كل ما الرفاهيات في الزرعه تزيد نسب النجاح بتاعتها تزيد. طبعا دراسه الدكتور ووجود المتخصصين ده كله يعلي نسب النجاح جدا. التوكيل كمان له دور، قصدي في الاسنان اعتقد يعني انا بتكلم على الاسنان، ما بتكلمش على حاجه ثانيه، الناس هو تزعل. مثال بس لا. مثال يعني الافيه، يعني الافيه تحكم عشان يعني نروح بقى اللي التجميل كمان. هل التجميل بقى عالم منفصل عن الزراعه؟ بتهيألي لا، التجميل لا ينفصل عن الزراعه تماما. ده انا يعني في كل بلان يا دكتور ايمن الاقي الزراعه دخلت في جزء والتجميل دخل في جزء، شويه ساعات نشتغل تجميل بس اقصد خلاص هو لا ينفصل. طيب خليني اتكلم وارجع 10 دقائق لورا في الحلقه بتاعتنا وافكركم ان احنا قلنا ان شكل الوش بيفرق في الزراعه عندي، يعني التجميل متداخل تماما مع الزراعه. يعني دلوقتي وانا بعمل الزرعه بشوف هحطها فين
عشان الكراون بتاعها هيبقى شكله حلو ولا وحش اللي هو الشكل الخارجي. وانا بعمل التجميل ناهيك بقى دكتور ايمن عن جميع الاقسام المتداخله في في حالات التجميل. وانا النهارده هفضل اكرر ده ومش هزهق. لو الدكتور مش متواجد مع الاقسام دي وابتدى يوزع كل دكتور في الدور بتاعه ويشوف العيان بعد ما يخرج من الحاله دي قابلها فيدخلها للقسم التاني وهكذا، هنحصل ازمه في حالات التجميل في مصر. ليه يا دكتور ايمن؟ احنا اتكلمنا قبل كده في فكره الكاستمايزيشن، ان احنا بنصمم بقى على كل مريض كاستم ميد حاجه ليه هو، مش بنعمل حاجه ثابته فالناس عارفه هتعمل ايه. فانا عايز اقول لحضرتك مثلا لو ابتدينا نشوف حالات التجميل بتاعتنا، هشرح لك في كل حاله من الحالات بتاعتنا. يعني مثلا الحاله دي انا كان عندي فيها كذا حاجه لازم تتدخل. اول حاجه لو بصينا على السنه اللي في الوسط اللي هي اللي بيسموها السنترال فيها تاكل، يبقى انا قبل ما هشتغل هدخلها لمين؟ لمتخصص الحشو. ارجوك قول لي السنه دي الحشوه اللي فيها دي لما تتغير هتاثر عليها ولا لا؟ قال لي والله هغيرها. فيبدا يشيلها ويسلمني السنه دي بحشوه جديده سليمه. يبقى ده ملوش علاقه بفكره ان انت هتجمل تعمل اسنان حلوه او اسنان وحشه، انت لازم تحافظ على اسنان المريض شويه. طيب معلش انا عايز الناس تركز معايا في التفاصيل شويه. لو بصينا على الست اسنان الاماميين اللي هم الثلاثه الناحيه دي والثلاثه الناحيه دي هنلاقيهم طالعين لبره وظاهرين. الدروس الخلفيه الصغيره اللي ورا دي يا دكتور ايمن هتحس ان هي مستخبيه لجوه. عامله لنا حاجه ممكن دكتور ايمن هو الوحيد اللي يبقى فاكرها، الباكل كوريدور. الباكل كوريدور الجزء الشارع الخلفي ده. يبقى المريض ده بيعاني دهليز. الدهليز ده زي ما حضرتك بتقول. طيب يبقى انا عايز اعمل للمريض ايه؟ المريض ده بيعاني دايما او المريضه الجميله دي بتعاني من ايه؟ من ان انا لما بضحك ابتسامتي باينه صغيره. مفيش اسنان كتير مرسومه فتبين لي ابتسامتي حلوه. طب انت عارف يا دكتور ايمن ان الجلف ايريز اللي هي دول الخليج السعوديه والكويت والامارات وقطر و و و الدول دي المريض بيحب فيها جدا، وده اللي احنا قلنا ان احنا بنصمم لكل دوله اللي احنا فاهمين ان هو بيحبه. بيحبوا جدا الوايد سمايل، ان ابتسامتي تبقى عريضه زي ما بيقول واسعه. واسعه الثغر بيقولوها في دول عربيه صفحه. ابتسامه صفحه. يقول لك واسعه الثغر بالظبط كده، يعني مبتسمه الثغر. هم ليهم شعر بقى بالظبط كده، واحنا بنصمم لهم ده وعارفين هم بيحبوا ايه كويس. فابتدينا نركز قوي في فكره ان انا لازم اعمل له اللي هو بيحبه، انا عارف هو بيحب ايه فلازم اصممه له في بريتش، ودي بقت الفكره بتاعتنا. فلازم اطلع الدرسين اللي جوه دول لبره وافرد الابتسامه وارسمها عشان المريضه دي تحس بقد ايه ان ابتسامتها حلوه. طب تعالوا نشوف الصور بعد، خلينا نشوف الصوره اللي بعديها عشان نسبه الباكل كوريدور اكتر او عشان فكره نشوف الوايد. ايوه بص يا دكتور ايمن، دي بقت لما تبتسم الابتسامه ماليه الاسنان، ماليه الابتسامه. وهي كان هنا مكسوفه شويه، لو ضحكت ضحكه ضحكه يعني ممكن نشوف الصوره اللي بعديها او قبل وبعد مع بعض هيبان لنا قد ايه ان لسه مش واخده، هي لسه عضلات بقها ماسكه على الابتسامه القديمه. ليه؟ ايوه دكتور ايمن صح، هي بتخاف عشان شكل دول كانوا وحشين قوي، فلما بتسمايل وترسم كانت لسه مكسوفه وبتبتسم نفس الابتسامه اللي ما تبينش اسنانها قوي. لو شفناهم جنب بعض الاثنين، لو شفنا قبل اول صوره وثالث صوره الاثنين جنب بعض هنلاقي انه واضح جدا الفرق الكبير في اتساع الابتسامه. دي الاخيره بالظبط، الصوره الاخيره بالظبط. الصوره الاولانيه اللي كان فيها الجانبين القبل مظلمين بالظبط. وعلى فكره الجوانب بتبقى مظلمه بشكل اوضح لو الابتسامه بقى وسعت اكتر. هي يعني لو المريض ابتسم فبيخاف يبتسم ابتسامه وايدنينج لان الاسنان مش ماليه ده، فيبان سواد جوه بقه فيزعل من الابتسامه. بالظبط كده، يعني الفكره العامه هي نفس الفكره دي، بس طبعا الصوره السمايل هي مش قادره تبتسم هنا ولا هنا. انت عملت اي حاجه في اللثه؟ طبعا اترسم. طبعا ما هو انت عشان ترسم اسنان عريضه لازم ترسم لها البرواز، تجهز لها البرواز اللي هي عاملاه. وطبعا يعني بقى هي دي نقطه مهمه دكتور ايمن، ان كل بيشنت بيبقى عنده رغبه معينه في حاجه. البيشنت دي عايزه اسنان طبيعيه تماما، فانا لازم اعمل اسنان فيها تعريجات توضح قد ايه الاسنان طبيعية. يبقى لو انا مش موجود ودخلتها لاي دكتور ابتدى يشتغل ومفيش تصميم، ايه اللي هيحصل؟ واضح ان المشكله كبرت. انا زعلان لاني قابلت مرضى كتير بيشتكوا من انا بقول لك واضح ان المشكله كبرت. على فكره اللي بدا هذه المشكله الخليج، في الامارات تحديدا او في دبي تحديدا بدات تظهر ظاهره انه مركز له فروع ومش عارف ايه ومفيش حد بيتابع والدنيا يعني هي الفكره. خلينا اوضحها، يعني اللي بيفتح فروع
لساندوتشات هو نفس الساندوتش هتاخده هنا. لا الموضوع مختلف تماما. لكن الطب ده شيء تاني. يعني لازم انت تخرج العلم بتاعك وتشتغل. ده شيء تاني. وما يتحولش البزنس. يعني فكرة ان انت تحول المهنة دي البزنس هنقابل فيها صعوبات كبيرة. لا يعني الأسنان ما ينفعش فيها جو مستشفى. ما ينفعش مستشفيات. ينفع مستشفى واحدة انت طالع نازل فيها. هي لا يعني اقصد اقول ايه يعني جو المستشفيات. ما انا لما بروح مستشفى الفلانية وليكن اسم مثلا موجود في مصر, انا بروح قصر العيني. قصر العيني في قصر عيني قديم, في قصر عيني فرنساوي, في لو في فرع تاني خالص تفتح في اي حتة تاني هروحه. انا بروح للمستشفى. يس. لكن ده ما ينفعش في الأسنان. ما ينفعش خالص. وعايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور ايمن, ان انا المريض اللي انا بعمل انترفيو صغير في بريتش قبل ما اقبل المريض. يعني دايما انا كده بعمل انترفيو 10 دقايق عشان اشوف المريض ده يعني هيستفيد باللي انا هعمله ولا لا, وانا برضه هو مناسب ليا ولا لا. فالمريض اللي عايز كرواته وعايز يخش الدكتور واحد كده, ده انا دايما بحس ان هو ما يصلحش للبريتش. احنا نصلح للناس اللي عايزه تفاصيل وعايزه تتدلع وعايزه تاخد ديزاين وعايزه تستفيد بكل خبراتنا. انا ضد المريض اللي عايز يروح يعمل مش عارف ايه والوقت بالنسبه له والكلام دوت. والله حتى الوقت هنلعب معاك فيه وهنشتغل. ايوه بس في حدود. بس في حدود. وانك انت ما تاخدش نص قدراتنا وتسيب النص التاني. عايزين كلنا نشترك. انا مش بقالي 5 سنين بجمع في تيم 23 دكتور عشان في الاخر ما اديكش سيرفيس اعلى ما يمكن فيها اعلى الجهاد. انا في الاخر عايزك تجمع لي النهارده في الحلقه بتاعت النهارده وهنقعد نتناقش اخطر واكتر الحاجات اللي اضرت بعالم طب الاسنان في البروباجندا بتاعتها. يعني هنقعد ان ده اخر سؤال. خلينا يعني هنقعد فكر كده ايه اللي ضر طب الاسنان. انت هتقول حاجه وانا هقول حاجه من وجهه نظري في البروباجندا او في الدعايه في عالم الدعايه. يعني انا اعتقد انه في طب الاسنان في ناس فهمت الدعايه غلط. طبعا يعني ده اعتقد هم افتكروا يا دكتور ايمن ان الدعايه دي هي العمل الوحيد. لا يعني هم نسيوا ان انا بقول للبيشنت بتاعي من 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 مثلا من خلال برنامج الدكتور انا بعرف اعمل كذا, لكن لازم تبقى قادر انك تنفذ ده. لانك لو مش قادر ده هتبقى عندك ازمه في ثقه المريض. المريض المصري ما ينفعش يضحك عليه. بالظبط يا دكتور ايمن. وانا دايما بقول للدكتورز بتوع يعني اللي فيصل بيننا وبين اي حد بيكلمنا نسب رضا المرضى بتوعنا. بالظبط. يعني يا دكتور ايمن لازم اخد نسبه رضا الناس عندنا. فانا مثلا في اخر الشهر باجي اقول لهم جمعوا لي عندنا مثلا 100 عيان 98 راضين. طب خلاص سيبوا ال 98 دول وتعالوا نمسك الاثنين دول ونشوف نقدر نشتغل على ايه عشان نزود لهم الرضا اللي عندهم او المشاكل او الكومبلينز اللي قالوها في بريتش, فنقدر نسد نقط الضعف اللي عندنا فيها. دي نقطه مهمه قوي وهرجع تاني الحتة دي خليها في الاخر عشان نسخن فيها. في الاخر خلاص نروح للحالة التانية في التجميل. الحالة التانية في التجميل احنا خدنا حالة سيمبل لطيفة سنة مكسورة بكل كلودور حاجات اللي هي ايه يعني التاتشز الخفيفة لطافة. يعني تعالوا نشوف يعني اكيد احنا يعني هنا حاجة اصعب. بص يا دكتور ايمن هنا بقى ايه المريضة دي جاية بتتحكلك بالشكل ده. ببساطة الدكتور هيبص على ايه هنا؟ على اللثة طبعا. مش هيبص على الاسنان, ولو بص على الاسنان هيدمر المريض. فتخيل انا حولت الحاله دي لدكتور التركيبات فرحم الله تركيبات حلوه قوي. المريض هتخرج تقول لك انتوا ما استفدتش اي حاجه. ما استفدناش. والمتخصص في التركيبات عمل شغله مظبوط, يعني هو عمل الاسنان وجمل. هنا كانت هدفي الرئيسي يا دكتور ايمن نطلع باللثه لفوق, نطلع بالاسنان قصدي لفوق عشان ناخد الشكل الكبير اللي باين من اللثة ده وما نظهروش. فالمريضة لما تضحك تبان أسنان وجنبيها لثة, ما تبانش لثة بس وحتة أسنان صغيرة قد كده. بس دي بتسمى لسوية صعبة. يبقى محتاجة إيه؟ متخصص جدا في اللثة. مش دكتور لثة لسه بقاله يومين. محتاجة أدفانسد, محتاجة راجل عامل ماجستير في علاج اللثة, دكتوراه في علاج اللثة, يشتغل على علاج اللثة لأنه هيعمل حاجة دكتور أيمن اسمها كراون لينثنينج. الناس الدكاترة فاهمين أنا عايز أقول إيه. إن في فرق كبير ما بين الجنجفاكتومي إن أنت يدوب تاخد من اللثة ملي أو اتنين, وما بين إن أنت تاخد من اللثة 4 أو 5 ملي. دي اختلفت بشكل كبير. اختلفت بشكل كبير. ولو شفنا الصورة هنلاقي إن هنا بقى عندها أسنان. وخد بالك دكتور ايمن بعد ما عملنا الكراون لانسنج او اشتغلنا على اللثه حطينا فينيرز, فاحنا قضينا لها على كل نقط الضعف.
مش بس ان الاسنان بقى شكلها حلو، كمان اللثه اختفت او ظهر منها جزء بسيط والباقي اسنان. يبقى تاني حاله اشتغلنا عليها مع ايه هي وشها كله هيبقى مختلف. يعني هلال عمال يقول لي ابتسامه اختلفت، وشها نفسه اختلف. انت لو شفت وشها دي قبل وبعد هتشوف واحده تانية. بالظبط. يعني لو كان عندنا ما عندناش خصوصيه العيان ونشوف كنا وش. نظر الوش يعني انا كان نفسي اشوف وشها. كنت هتشوف يا دكتور ايمن. انا اوريها لكم في الكواليس. يعني واحنا بعد نشوف وشها فعلا. طب دي بقى اول مره اطلب منك ان انا اشوف عيانه. بالظبط. يعني انا دايما بحتفظ بخصوصيه المرضى، بس هوريكم قد ايه الابتسامه فارقه جدا، اوريها لكم بعد تحفه. طيب خلينا ننتقل لقسم تاني. انا كل حاله هقول لكم مين القسم اللي انا وجهته قلت له اشتغل هنا لان دي هتفرق. بس نرجع للحاله اللي فاتت دي حاجه بسرعه كده، معلش هتعبكم معايا. الحاله دي في الاسنان اتعمل حاجات قشور او حاجه، عملنا فينيرز بعديها. لكن يعني لو احنا استعجلنا دكتور ايمن عملنا فينيرز على طول ما استفدتش حاجه. لكن لو في دكتور قال خش علاج اللثه الاول، سيبها تستريح اسبوعين، حط فينيرز بعديها، فارق السماء من الارض في الخطه العلاجيه. عملت حاجه للشفه؟ يعني اديت خالص. حاجه ما فيش خالص. بوتوكس اي ما حاجة. عملتش اي حاجه. ده انا بقول للمريض لايبوزيشن ده لا سيبني اشتغل براحتي، ولما النتيجه ما تعجبكش قوي روح بقى اعمل البوتوكس والفيلرز. يعني انا اقصد لحد دلوقتي انا ما تدخلتش في البوتوكس والفيلرز بشكل قوي. قريب قوي هتلاقيني بقول لك احنا ابتدينا، فاهم قصدي؟ بس كان اقصى حاجه ان احنا عملناها عدلنا الاسنان واللثه، وقلنا لها لو النتيجه ما ترضيكيش بالشكل ده تقدري تتوجهي للتجميل وتعمل بوتوكس والفيلرز. كالعاده الحوار معاك في الكيس بيبقى ممتع. تعال نشوف الكيس اللي بعد كده. تعالوا بقى نتكلم في الكيس اللي بيديني فرصه ان انا اطلع دكتور الاسنان اللي جوايا. لا انا جايب حالات النهارده الهدف منها اظهار فريق العمل والروح التعاون ما بين الدكاتره. فلجه السنان الشهير. انا بس الصوره مش واضحه، انا عايز اطلعها لفوق شويه. فلجه اللي تحت لا هي باينه قوي، بس باينه على الشاشه الكامله. طيب يعني موجوده. طيب خلاص هنا مش هتبان. لكن طيب. فلجه السنان الشهير. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، الحاله دي اتعمل لها ايه؟ انا عايزك انت تخرج دكتور الاسنان وتقول لي اتعمل لها ايه. بص هو احنا عشان نكبر السنتين اللي في النص هتبقى كارثه. لان احنا هنعمل سنتين زي بتوع الارنب. بالظبط. احنا لازم نوزع المسافه اللي بين الاثنين على بقيه السنان. طب انا هقول لك حاجه دكتور مفاجاه. البيشنت دي دكتوره اسنان، طالبه في سنه رابعه اسنان، وهي جايه لنا. احنا يا دكتور ايمن خد بالك احنا بريتش فيها شريحه كبيره جدا من دكاتره الاسنان، وده اكتر فخر انا بفخره ان دكتور الاسنان نفسه يثق فيك ويجي يسلم لك نفسه. ده شرف. يعني ان انت تخيل ان اكتر واحد عارف ملم بالاسنان وبيخاف منها وعارف مخاطرها ويجي. فانا قطاع الاطباء في بريتش مرعب، يعني بما فيه دكاتره الاسنان عندنا على الاقل كل يوم مرضى. يعني مرضى هم دكاتره اسنان، هم دكاتره اسنان. طيب انا لما اتكلمت مع البيشنت دي قلت لي يا دكتور انا عايزه حاجه الكوست بتاعتها مش عاليه قوي، تكلفتها مش عاليه قوي، وفي نفس الوقت انا يعني ده شكل اسناني بعد كده هيؤثر في مستقبلي جدا. انت عارف يا دكتور ايمن اللي احنا عملناه ده كله بالحشو. الحشو التجميلي. حاجه اسمها كومبوزيت فينيرز. الكومبوزيت فينيرز دي تفرق يعني الفينيرز السيراميك الديورابيليتي، يعني دي تعيش 5 سنين 6 سنين 7 سنين، بعد كده يجي عليها صبغات تبقى يعني ما تستحملش قوي تعيش مثلا اطول من كده. واحيانا في ناس بتعيش معهم اكتر من كده، بس انا اقصد ان هنا دخلنا انا عندي استاذ في الجامعه في الحشو التجميلي ما بيعملش حاجه غير الحالات دي، قدر يوزع بالحشو والرسمه ان الدكتور. بس الخطه العلاجيه اللي انا رسمتها صح، هي اللي انا قلته كلام اللي احنا عملناه، بس المفاجاه ان احنا عملناه بالكومبوزيت فينيرز مش بالسيراميك فينيرز. يعني كل الناس اللي شافت بس انا قلت خطه علاجيه جامده. صحيح. يعني صحيح. ما قلتليش ان انا طلعت دكتور سنان قوي. لا انا عارف ده يعني متوقعه من يعني انا يعني عارف ان انت هتعرف. الله يخليك. فاهم قصدي؟ لان احنا اتكلمنا كتير في فكره ان انت تعمل دايستما الفراغ وتقفل السنتين دول، بس اكيد المنظر هيبقى كارثي. انت محتاج توزع وترسم اللثه. احنا هنا رسمنا اللثه كمان. طبعا. فساعدتنا ان احنا نرسم ابتسامه وعالجت اللثه في التهاب. والحاله دي دكتور ايمن انا عرضتها بره الناس اعجبت بيها جدا. ليه؟ لانها فيها فن. يعني الناس اللي في قسم الحشو التجميلي عارفين الحاله دي حاله فنيه رائعه. يعني حاله معموله حلوه قوي قوي قوي. حشوات الحشوات التجميليه. ودي ميزتها الرئيسيه دكتور ايمن ان هي ككوست او كتكلفه على المريض اقل شويه. يعني بنستخدم الاقسام دي. لو انا قابلتني المريضه وانا مش فاضلها وقعدت معاها 5 دقائق
فقلت لها والله السيراميك فينيرز موجود، قالت لي لا دي التكلفه مثلا بتاعتها عاليه خلاص روحي. لا لازم تعرض اوبشنز تانية تخليها تشوف حاجات تانية، وده دورك مع المريض. صح. ابذل وقتك وجهدك في اخراج كل طاقتك مع البيشنت بتاعك. صح، لانه احنا في حاجات التكلفه بتاعتها فعلا غاليه. بالظبط. بس لو احنا قلنا، لو انا ما قلت انا ما عنديش الا دوت وخلاص، طب وبعدين المريض اللي معهوش فلوس يعمل ايه؟ يخبط راسه في الحيطه يعني. وانا دكتور ايمن لما ببقى قاعد مع الناس بتوع الحشو التجميلي فعلا يعني ده حصل، قالوا لي احنا مظلومين قوي لان في دكاتره كتير ما بيرضوش يعرضوا الحل ده. يعني انا اقدر اعمل، هقعد المريض 5 سنين لعشر سنين، من 5 لـ10 سنين حلو وكويس وعنده فينيرز كويس، ليه تعرض عليه السيراميك بس؟ اعرض عليه الكومبوزيت وقول له مساوئها، يعني قول له عيبها وميزتها وهو يختار. فتدي للمريض بتاعك اريحيه، وتدي للناس الدكاتره العمالقه دول فرصتهم ان هم يطلعوا الفن بتاعهم. بالظبط. يعني فعلا نحاتين، انا بعرضها في مؤتمر نحاتين، انت مش متخيل كميه الاعجاب. يعني كان في كذا حد جنبي بيعرض سيراميك والناس اعجبوا جدا بالحاله دي ككومبوزيت. طيب تعالوا يعني شوف الحاله اللي اللي بعديها. كل شويه احنا بنرفع الحاله. طيب الحاله دي ايه بقى دكتور ايمن؟ الحاله دي فيها تفصيله واحده بس، هي السن الكبيره اللي في السنتر. بالظبط، هي التفصيله هنا، يا تخليها حلوه يا تخليها وحشه. يعني دكتور ايمن لو 10 دكاتره عملوا فينيرز على الحاله دي هتطلع وحشه. الحاجه الوحيده اللي تفرق حاجه اسمها الميد لاين كانت. الميد لاين كانت الخط الوسطي اللي في الوسط ما بين السنتين الكبار، هي في سنه طالعه عن سنه. خلينا نبقى متفقين على ده، هنعدلها. بس الميد لاين كانت ده دكتور ايمن يعني ايه؟ يعني بدل ما الخط واقف كده، لا الخط عامل كده ميل، فابتسامته كلها هتبقى عامله ازاي؟ كده ميل، كلها ميل. فانت لو حطيت فينيرز ونسيت الكانت ده اللي هو العوجه بتاعه الميد لاين ده، الحاله هتطلع وحشه جدا، لان المريض ما استفادش حاجه غير ان انت عملت له فينيرز لونها ابيض لكن ما فهمتش الكانتنج، عوجه الميد لاين دي. طب خلونا نشوف الصوره بعد بقى، يمكن لما نشوف بعد نفهم اكتر. بالظبط، هنشوف بس فاتحه قوي ماشي حلو هنا قوي. يعني بالظبط. عملنا الكانت ده بقى، لو عملنا خط في الوسط هنلاقيه خط مظبوط، بس فرق السنتين بالظبط. بالظبط، ورجعنا السن لورا شويه. بالظبط كده، السنين الباقيه ما حدش قرب منها، ما حدش قرب منها خالص، هي سنان حلوه جدا ما فيهاش كده. لكن انا الفكره الرئيسيه في انك تفهم ايه الكومبلين بتاعه المريض دي. امتى هيبصد بابتسامته؟ امتى هيبص في المرايه؟ لان خد بالك دكتور ايمن الصعوبه فين؟ هو المريض بيجي يقول لك، ما بيجيش يقول انا عندي كانت، هو بيجي يقول انا مش مبسوط. انت اكتشف ايه اللي مش مبسوط فيه، يعني حضرتك فاهم قصدي؟ فاهم. ولما هتخلص له مش هيقول لك انت ما عدلتليش الكانت، هيقول لك برضه انا مش مبسوط. هو مش فاهم ايه اللي مش باسطه. فالدياجنوز او انك تتخيل ايه اللي يعدل تفصيله بسيطه جدا فتشتغل فيها ديزاين مهمه جدا. هو السنه اليمين دي، السنه اللي هي في السنترال دي، عملت لها ايه؟ كراونز؟ لا عملت فينيرز كله. اني بس كل فينيرز. بس زودت سمك الفينير هنا عن هنا. يعني لعبت بس في سمك الفينير شويه عشان اظبط دي. ليه؟ لان الاسنان سليمه وكويسه. سنانها حلوه قوي. الفينيرز تبقى كويسه جدا. اللي بعديها؟ اللي بعديها الحاله اللي بعديها، احنا كل شويه في تفاصيل. هنا في دور يا دكتور ايمن، مين الديزاينر؟ الديزاين بقى لو مش موجود واتعمل لها فينيرز هتروح في داهيه. فاهمين قصدي ايه؟ فانا هفضل طول الحلقات اللي جايه ان يا جماعه ادوا مجهودكم للبيشنتس، انهم محتاجينكم جدا. طيب هنا بقى ايه يا دكتور ايمن؟ هنا برضو يعني هنا سنتين كبيرين على بعض. بالظبط، هنا الاسنان يا دكتور ايمن خليني اقول كده بالظبط مربعات، يعني شكل اسنانها تشيكلس. تشيكلس، هي ربنا خليها تشيكلس، يعني سنانها مربعات. هيروح مريض بيبص كده او دكتور من اللي بيتفرجوا علينا يقول لي يعني ايه مربعات، انا مش فاهم، يعني انت هتضيف ايه يعني؟ خلينا نشوف شكل الاسنان بعد عشان تعرف انا اقصد ايه بالمربعات. مفيش تناغم كده، مفيش. وبعدين السنتين، في السنتين هقول لحضرتك حاجه اللي يفهمها دكاتره الاسنان. السمايل كيرف دي باينه ان هي اسنان طبيعيه، بس خلينا نشوفها على ابتسامتها. وروني ضحكه البنوته دي، ده انا اخترتها احلى حاله في شهر واحد. يعني احنا هي فعلا احلى حاله في شهر واحد. يعني انا في شهر واحد بجمع كده مثلا 30 40 حاله واقول دي احلى سمايل عملناها، دي اخترتها احلى حاله. اللي عجبني كمان في الحاله دي في الاضاءه اللي فاتت، معلش نشوف الصوره، لان برضو اضاءه بتفرق سنه،
لو رجعنا للصوره دي تشوف الناتشوراليتي بقى الطبيعيه بتاعت التعريج البيبي بي نيرز بتاعتنا دكتور ايمن. ازاي بنعمل تعريج في الاسنان بتاعتنا وستينز بشكل معين عشان قعدتوا فتره انتوا انا وعبد الله شغالين عليها بشكل كبير جدا. عبد الله قاعد معايا حلقه بقول له قول لي السر يقول لي مش هقول بالظبط. ولسه شغالين على حاجه دلوقتي تتفاجئوا بيها يعني بي نيرز. شغالين على حاجه برضو هتضيف جدا اللي هي السيرفيس السطح بتاع السنه ازاي في تكعب. وهقول لحضرتك حاجه دكتور ايمن اللي بنعمله ده لازم الناس تفرق انه ما حدش يعني في مصر انا لحد دلوقتي ما شفتش ده مش غرور يعني بس فعلا انا ما شفتش يعني حد قادر يطلع من السيرك النتائج دي. في ناس بتقدر توصل له بالمعمل يعني المعمل يقدر يوصل يقرب من ده لكن سيرك انك تحط بلوك في السيرك وتطلع منه الشكل الناتشرال بتاع الفينيرز ده انا شايف ان احنا يعني رقم واحد في مصر زي ما بيقولوا في فكره المونوليتيك بلوك واقدر اطلع منه الشكل الطبيعي ده في يوم واحد. وده يعني انا شايف ان الحاله دي حلوه. شوف الكيرفات شوف الكيرف بتاع السمايل كيرف يا دكتور ايمن لسه كنت عايز اقول الحاله دي الكيرفات الانحنائيات بتاعت السنان انحناءات السنه ورسمه السن على الشفايف بتاعتها خلتني اختارها احلى حاله في شهر واحد نتيجه الرسمه واللون طبعا فرق بالظبط اللون طبعا مع البنوته اترسمت بقت ابتسامه مختلفه خالص. هي حتى جايه يعني حتى احنا انا حتى ساعات الدكاتره يضحكوا انا يعني هقول لهم حاجه بيقولوا لي ايه انت ليه ما بتحطش الحلقه قبل بروج عشان يبقى فيه مصداقيه يعني قبل بروج وبعد بروج. اقول لهم يعني انا حلقه لسه جايه بسنانها وحشه اقول لها حطي روج عشان تتصوري مش هيبقى ليا عين يعني حضرتك فاهم قصدي ايه لكن بعد طبعا اقول لها حطي روج بقى وتصوري هي بيبقى خلاص جايه بالدقه لكن تخيل انت جاي في الاول اقول لها حط يعني فانتوا لازم تفهموا ان احنا بنحط روج بعد عشان نفسيه البيشنت تبقى مبسوطه بعد ما بيخلص الحاله اللي بعد كده الحاله اللي بعد كده دي مهمه جدا 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 دي حاله صعبه دي بقى بص يا دكتور الحاله دي كانت فتاه عراقيه وانا بقى برضو دول تونس والمغرب والعراق ليهم طبيعة خاصة بسمايلز خاصة بيهم لو عملت لهم زي السعودية والإمارات والكويت اللي هي الدول التانية ما يحبوش الابتسامات دي خالص هي كل دولة ليها شكل معين أو ابتسامة محببة ليها على قد ما الجلف إيريز يحبوا الابتسامة العريضة زي ما بيقولوا الابتسامة الصبحة زي ما شرحنا هنا يحبوا الأسنان الصغيرة اللي مرسومة بس صغيرة ودايما الريليشن ما بين شفايفهم ووشهم والأسنان يحبوا الأسنان تبقى أصغر لو هنا في مشاكل كبيرة هنا في مشاكل على فكرة أنت أكيد ملاحظ أنه العراق وتونس وليبيا والمغرب عندهم مشاكل في سنهم كتير بالضبط كده ومصر 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 يعني مصر تندرج مصر مع الدول مع الشلة دي يعني أكتر من الجلف يعني. وبالضبط حضرتك لو سألت أي واحد معدي في الشارع في الدول دي بالذات لأن أنا درست السيرفيز اللي اتعملت عليهم يقول لك احب اسناني صغيره تقول له كده تحب اسنانك كبيره ولا صغيره يقول لك صغير عكس دول الجزائر الجزائر برضو مشاكلهم في ما هي نفس الدول دي طيب خليني اقول بقى الحاله دي ليه انا معجب بيها جدا الحاله دي دكتور ايمن فيها مشاكل الدنيا يعني المريضه دي هي عارفه كويس قوي ان هي جايه لنا والحاله فيها صعوبات كتير هي خلعت اسنان وفي مسافات مختلفه عن مسافات ومش هقدر اوزع الاسنان يعني يا دكتور معكوسه اقول لحضرتك حاجه هنا شايف المسافه دي اللي هي المخلوعه دي تحط فيها ايه يعني دي مسافه صغيره جدا تشتغل عليها ازاي وبالذات ان هي مش عايزه تقويم دي عايزه حلقه لوحدها الحلقه فعلا وعشان كده هقول لحضرتك بس نبذه عنها وهجيبها في حلقه جديده نتكلم عنها لوحدها انا نزلتها يعملوا لها مع متخصصه عندي حاجه اسمها واكسب ايه الواكسب ده دكتور ايمن نصب لها كاست شكل الاسنان عندنا ونقعد نرسم عليه بالشمع ونشوف السنة دي لما تكبر دي هتصغر ازاي ولما دي تصغر تكبر ازاي وعملت لها ثلاث امثله وقعدت اتخانق مع الدكاتره مين عاجبه دي يقول لي كذا مين عاجبه الرسمه دي اقول له كذا جبت المريضه انت عاجبك ايه تقول لي اللي تشوفوه وفي الاخر اخترت واحده من الثلاثه كل ده بره بق المريضه تخيل ان احنا دخلنا اشتغلنا الاول يا دكتور ايمن ومفيش حد بيدير القصه واحد عملها من دماغه فبالتالي النتيجه دايما كارثيه الحاله دي حلوه قوي قوي مع انها صعبه جدا والبيشنت هجيب لحضرتك ليها بقى فيديو بوشها المره الجايه بتضحك وبتقول لك قد ايه حاسه بالاختلاف الحلقه اللي جايه ان شاء الله شوفوا الصور بعد عامله ازاي وتوزيع المسافات حصل ازاي والرسمه اتعملت ازاي الحاله دي انا جايب لها صور افتر كتير لان الحاله دي بعد ما سافرت متواصله معانا على طول كل يوم تقول لي ببص في المرايه
وادعي لكم واقول لكم قد ايه ان بريتش لا الشعب العراقي شعب جميل جميل قوي شعب راقي جدا. انا 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 في المهندسين كان جاري كان عراقي كان راجل عظيم راجل عظيم جدا كان مهندس محترم هو الدول العربيه كلها تستحق دكتور ايمن يعني تستحق ان احنا نركز معاهم ونديهم لا يعني لا, لا, لا ومعظم عيانين من العراق كانوا ناس في غايه يعني يعني مثقفين جدا وشخصيات العراقيين جمال وزي ما قال حضرتك ايمن يا دكتور ايمن هي الفكره في ثقافه ان انت تفهم ثقافته هو عايز ايه انت لو عملت له الابتسامه اللي بتعملها المريض تاني مش هيتبسط بيها مع انها ابتسامه حلوه تعجبه وهي ثقافات الشعوب وتحيه لكل الدول العربيه طبعاً. من فكره ان الناس دي عاطفيين جدا جدا وهم يعني على فكره كل الدول العربيه بلا استثناء عندهم تقدير للطبيب المصري جدا جدا يا دكتور ايمن يعني زي ما قلت حضرتك تتواصل معاك من بره كل يوم تشكرك وخليني يعني اكد على حاجه يا دكتور ايمن انا ما شفت الشعب اجمل والله دي مش مجامله وانا كنت في انجلترا بتعامل مع الشعب الانجليزي اجمل من الشعب المصري طبعا. والله اكتر شعب الشعب المصري ده شعب عليه ضغوط ومع ذلك دايما يقدرك ودايما يعني انا دكتور ايمن عمري انا دايما كده اقول لهم يعني مصر دي بياخد فيها النجوم الممثلين اكتر شويه ولاعيبه الكره بياخدوا الضوء شويه عن الدكاتره في العالم كله في العالم كله كده في العالم كله بس البيشنت دايما يعوضك المريض المصري حاسس بيك وبيحس ان انت قد ايه مظلوم وقد ايه بتجتهد فيقول لك انت قدرك كبير واحنا عارفين ده وان لو مش مسلط عليك الضوء بره لا والله والنجوم نفسهم يعني انا لما بلتقي النجوم الممثلين والله يا دكتور ايمن الفن المصري بيقدروا جدا عندك حق جدا عندك حق. يعني وعندهم درء وخصوصا إن الناس المثقفه اللي فيهم ودول كتير يس عندهم تقدير كبير جدا الفن المصري رائع الفن المصري رائع ما يقتصرهوش في حاجات معينه لا الفن المصري اعظم من انه يقتصر في تصرفات غلط من حد او بتاع بالزبط. الفن المصري رائع انا بشوف ده دكتور ايمن زي ما حضرتك قلت حتى الممثلين اللي بييجوا يعملوا الاسنان بتاعتهم انا بشوف منهم تقدير كبير لينا جدا وتقدير لشغلنا ويقولوا لنا انتوا النجوم مش احنا انتوا اللي مؤثرين مش احنا ويعني ناس انا ليا اصدقاء كتير في الوسط الفني يعني كلهم بالزبط. على درجه عاليه من الثقافه والادب والاحترام بشكل كبير جدا بالزبط. خليني بقى اسالك سؤال اللي انا عايز اختم بيه اللي انا قلته لك انا في رايي انه في كل فروع الطب لابد من ان نعطي انطباع جيد عن العلم الذي نملكه وهذا الانطباع اللي هو بيتقال عليه في العالم كله نوع من الدعاية للعلم والدعاية للخبرات والدعاية للمقدرة صحيح. الفنية اللي أنا بمتلكها إيه الأشياء الغلط اللي ارتكبت في عالم الأسنان تحديداً لأنه أنا أعتقد أن ده موجود في الأسنان بس مش موجود في أي برع تاني يمكن في جراحات السمنة شوية في أخطاء ارتكبت وما زالت ترتكب لكن في الأسنان المسألة واضحة هو دكتور أيمن أنا هقول لحضرتك حاجة أنا دايماً فكرتي أن أنا بحب أوصل للمريض بتاعي بأي شكل كان لازم اوصل له لان ده دوري في الحياه ان انا اوصل له العلم اللي عندي وصل لفين يعني لازم اوصل لك ده هطلع بقى مع الدكتور ايمن اقول ده هطلع في اي مكان في السوشيال ميديا اقول يا جماعه طب الاسنان وصل لكذا واحنا نقدر نساعدكم بكذا ونقدر نوصل لكم كذا المفهوم الخاطئ عند الناس ان هم تخيلوا ان انا ممكن اعمل ده بس ما اشتغلش يعني اعمل ده بس كوهم للمريض ودي بقى اللي حصل كده كده مش بروباجندا بقى كده كده نصب كده زي ما حضرتك بتقول انا لازم اطلع اقول حاجه اقدر اعملها اقدر انفذها وعند البيشنت بتاعنا برضو عشان ننصف الدكاتره احنا دكتور ايمن احنا حلقاتنا عاملين فوق ال 200 300 حلقه الناس بتجتزئ الكلام بتاعنا فيجي يقول لي انت قلت الجمله دي يجيب نص الجمله وينسى النص التاني فانت لازم لما تيجي تحاسبني على الجمل اللي انا قلتها حاسبني عليها كامله على الفكره كامله فالمريض عليه دور والدكتور عليه دور انت كدكتور لازم تبقى عارف ان انت لازم توصل لمريضك باي شكل كان ما ينفعش تنعزل جوه الكلينيك بتاعتك وتشتغل انا لازم اطلع اقول له انا عندي تكنولوجي كذا وعندي بعرف اعمل كذا وقدرت اوفر لك وقت وقدرنا نوصل لنتائج وانا بنافس بره يعني على طول منافستي في بريتش بنافس انجلترا واصدقائي هناك وابدا اشوف بيعملوا ايه ونشتغل وننافس بعض ونبعت لبعض حالاتنا وهكذا لكن المريض ما يجتزئش الكلام اللي انا بقوله ويقول لي مثلا ايا كان الحاجه يعني مش عايز اخصص حاجه ان هو ياخد جزء من الجمله ويقول لي يا دكتور مش انت قلت كده انا قلت كده في الحاله دي في الشكل ده ينفع له القصه دي انت الخطه بتاعتك
تشتغل على حاجة تانية. الدكاترة لازم تبقى عارفة ان انت لازم تبقى متواجد. لو انت ما عندكش الوقت اللي تقضيه مع مريضك، يعني دكتور ايمن انا هقولها هو على الهواء، انا كل يوم بروح من بريتش 5 الفجر كل يوم، يعني كل يوم بمعنى كل يوم 5 الفجر 6 الصبح، لاني ما اقدرش اسيب حاجة او تفصيلة صغيرة غير لما لازم اعرف ايه تفاصيلها. لو انت ما عندكش الوقت ده ما تتجهش انك تقول للمريض انا موجود معاك وانت مش هتبقى موجود. انا لما ببقى مسافر امريكا او انجلترا ببلغ ان انا مسافر، فالوقت ده مش هبقى انا قائد الخطه العلاجيه، وده بيبقى قليل جدا في السنه. لكن طول السنه انا لازم اتواجد معاك ولازم ابقى موجود واديك كل العلم اللي عندي. ده في كل فروع الطب كده، لازم كل فروع الطب صحيح كده، لازم يبقى كلامي، وده يبان في الحوار العلمي. الحوار العلمي يا جماعه له اسس. انا لما بتكلم بتكلم عن علم، بشرح علم، لا اشرح نفسي، انا بشرح العلم اللي انا بمتلكه. ما بعملش حاجه لنفسي، بعمل للعلم اللي انا بقوله. الابتسامه، التجميل، الزراعه، ده الاساس في العلم الذي يقدم في اي مكان. هو شرح علمي، مش بشرح نفسي. انا مالي، انا مش مفروض ان انا اشرح نفسي، انا المفروض اشرح اللي جوه عقلي، المعلومات اللي انا بعرفها. ده الكلام الصح اللي تعمل. اي حاجه غير كده هتعتبر حاجه بنسميها احنا بروباجندا رخيصه مش جيده، والثمن هيكون غالي. لانه انا بقول لكم وبكرر تاني ان المريض المصري لا يمكن الضحك عليه. طبعا بيكتشف بسهوله جدا، بسهوله، وساعتها الثمن بيكون غالي. بس بقى المشكله انه الثمن بيكون ساعات غالي على اولا الفيلد كله، لانه ساعات يخرج المريض ب يعني انطباع عن الفيلد. ودكتور ايمن حضرتك لو ما تعبتش، الفيلد اللي هو طب الاسنان كله، خليني اوضح ده. لو حضرتك ما تعبتش وقعدنا عملنا كل الحلقات دي عشان نوضح للناس الزراعه والتجميل واللثه و و و الناس هتعرف ده منين؟ لو احنا ما عملناهوش، احنا الاطباء ما عملناهوش، هيعرفوه منين؟ وخد بالك دكتور ايمن، انا المرضى بييجوا يلوموا عليا، طب انتوا ليه ما قلتلناش ده؟ ليه ما وضحتوش ده من بدري بدل ما اسناني باظت او بدل ما حصل لي مشكله؟ فالدور اللي احنا بنعمله، انا بشوف ان الدور اللي انا بعمله هنا في القاهره والناس يوازي الدور اللي بعمله في الكلينيك. نفس الاهميه، فكره ان احنا نوضح للناس الثقافه العلميه ونبني لهم ونحذرهم ونشتغل معاهم، وده مهم قوي. فكره ان الشعب او كمان 10 سنين 15 سنه 20 سنه الناس تفتكرنا ان احنا قعدنا حذرنا ووجهنا وقلنا عشان في الاخر نحميهم من مخاطر كتير كان ممكن يتعرضوا لها. الحاجه بقى الاخيره انه لازم يكون الحوار طبي طبي طبعا. يعني يكون بين اطباء، حوار بقى اللي ما فيهوش اطباء. يقول لك ايه احنا عندنا هنتكلم في الطب. انتوا مين؟ انت مين اللي هتتكلم في الطب؟ انا قلت كذا مره لو انا عملت برنامج عن الكوره هيبقى بشكل كوميدي جدا، رغم ان انا بتكلم كويس جدا والله على الكوره. انا ممكن اوصف لكم ايه اللي حصل في يعني البريمير ليج وكل الحاجات الحلوه اللي بس هيبقى شكل كوميدي، لان انا مش هقدر اوصل زي كباتن الكوره. دي كوره اللي كلنا بنلعبها، اللي كلنا فاهمينها، فما بالك الطب؟ الطب ده معقد وصعب جدا جدا جدا. فيعني انا ارجوكم اولا ما يتقالش برنامج طبي الا لو كان اطرافه كلهم اطباء. اي حاجه غير كده تقال عليه اي حاجه تانية بقى، وساعتها تقول مين بقى البرنامج الطبي مين كذا. لكن تقول البرامج الطبيه لا، تعالوا بقى نقف هنا. فين انا عايز اعرف مين ايه اللي اتقال عليه برنامج طبي؟ يا دكتور ايمن، وده بنتحاسب عليه. يقول لك اصل انا سمعت في قناه تانية. لا انا قلت برنامج طبي بيقدمه دكتور هو ده بيقدمه بنجاح، بيقدمه نص ونص، التصوير مش قد كده، الكاميرا مش مظبوطه، كل ده ماشي، بس هو برنامج طبي طالما بيقدمه دكتور. يعني الناس فاهميني في الحكايه دي. لكن ما بيقدم ده حاجه ثانيه، برنامج اجتماعي بقى، برنامج انساني، برنامج يعني محترم، بس مش برنامج طبي. هو برنامج محترم جدا بس مش برنامج طبي. مكرم، انت نورتني النهارده واسعدتني كالعاده وابدعت. ابدعت صحيح، وخلتني احس ان دايما قعدتنا مع بعض وجلستنا الطبيه مع بعض بتبقى خارج نطاق التصوير. انا ببقى يعني كاننا قاعدين في الكلينيك وبنتكلم وبتاع. صحيح صحيح، وبتخرج من داخلي طبيب الاسنان. هو احنا يعني بنتكلم كده بره الهواء وبنتكلم كده جوه الهواء. انا بشوف ان مفيش فرق بين حديث بره الهواء وجوه الهواء. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور كريم ابراهيم، كان في الدكتور، نورت الدكتور. الله يخليك، خليك دايما مع دكتور.
جنب جهاز من اهم الاجهزه اللي الناس لازم تعرفها ولازم تتعرف عليها، جهاز اسمه السي تي او الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. اكيد ناس معظم الناس المهتمه بطب الاسنان سمعوا عن الجهاز ده، عن اهميته، عن كيفيه استخدامه، واحنا بناخد جولتنا في بريتش وبنتفرج على بريتش وبنشوف تفاصيلها لازم نعدي على الجهاز ده. الجهاز ده غالبا هو اول جهاز البيشنت بيقابله في بريتش. بعد الانترفيو احنا يعني عشان تبقوا فاهمين طبيعه بريتش الخاصه شويه، احنا بنعمل انترفيو للبيشنت عشان نشوفه يصلح او الفكر بتاعه يصلح ان احنا نقدر نعمل له تجميل او زراعه او علاج لاسنانه في بريتش او لا. وانس ان هو عدى الانترفيو ده بيبدا يقابل اول جهاز قدامه، هو جهاز الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. الجهاز ده زي ما بيقولوا هو اهم مرحله، مرحله الدايجنوزز او التشخيص بتاع المشكله، تشخيص الخطه، تشخيص الحاجه، البروسيدجرز اللي هنعملها. فبالتالي لازم نعمل اشعه نشوف فيها ادق التفاصيل الموجوده عند البيشنت، ناهيك عن حاله العظم، حاله الاسنان، الانكلينيشن بتاعها، مسافات ما بين الاسنان، توجهات الاسنان، كل تفاصيل طب الاسنان بتبان في الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. واحده من اهم الحاجات اللي بتتواجد في شخصيه بريتش هي حاجه اسمها الكواليتي كنترول او متابعه الشغل، بمعنى ان انا لو دخلت المريض بتاعي في قسم معين عشان يعمل حاجه معينه او يشتغل مع متخصص معين، هيلاقيني تاني يوم بقابله عشان اعمل حاجه اسمها الكواليتي كنترول او مراقبه الشغل اللي اتعمل او متابعه الشغل اللي اتعمل. طب هتابع الشغل ده وهشوفه ازاي؟ عن طريق برضو الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. خليني اضرب مثال صغير عشان الناس تفهم، بمعنى لو مريض جاي يعمل زراعه، فبالتالي هو عمل الانترفيو، تخطاه، عمل الاشعه المقطعيه، وابتدى يخش قسم الزراعه اللي عندي فيها خمس متخصصين في بريتش يقدروا يعملوا للبيشنت ده زراعه. بعد ما البيشنت يخلص الزراعه انا عايز اطمن ان الزرعات اتحطت في الاماكن اللي احنا متفقين عليها، اتحطت بالطول اللي انا متفق عليه، بالانكلينيشن او الرسمه او الاتجاه اللي احنا اتفقنا عليه. كل ده هعرفه ازاي؟ عن طريق اشعه ثانيه، اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد بعد ما البيشنت يخلص اسمها بوست اوبريتيف اكس راي، عشان اقعد احاسب الديبارتمنت ده نسبه السكسس ريت او نسبه النجاح في الخطه العلاجيه اللي احنا حطيناها او اللي انا حطيتها للديبارتمنت ده. يبقى الجهاز ده ادانا فايدتين، اول حاجه هي ان انا هعرف من الاول مشاكل البيشنت ايه، وضع العظم عندي ايه، وضع الزرعات ايه، هعمل ايه، هحط الخطه العلاجيه بتاعتي على اساس ايه. الفايده الثانيه هي الكواليتي كنترول، ازاي هراقب على الناس اللي بتشتغل او المتخصصين اللي بيشتغلوا ومراجعه الخطط العلاجيه، لان واحده من اهم الحاجات اللي بتحصل في بريتش هي حاجه اسمها patient satisfaction excel sheets. ايه ده؟ ان انا لازم اعرف لو دخل لي 100 عيان اعرف نسبه كام في الميه منهم ماشيين راضيين عن الخدمه اللي هم خدوها. فبالتالي لازم اراقب على الخطط العلاجيه، اشوفها كل يوم، اعرف كل عيان اتحرك من مرحله ايه لمرحله ايه، لان عيانين كتير في الوطن العربي اشتكوا لي من فكره ان هم ما شافوش الدكتور اللي موجود غير اول جلسه واخر جلسه خالص بعد ما خلص شغله. طب لو حصل ديفكت في وسط الخطه مين يراقب عليه، مين يشوفه؟ احنا هنا في بريتش بنعمل ده، بنشتغل عدد ساعات اطول عشان نعمل حاجه اسمها كواليتي كنترول، مراقبه الخطط العلاجيه، مراقبه الاقسام اللي شغاله، لان المتخصص ممكن يعمل حاجه كويسه قوي بس من وجهه نظره لا تخدم التريتمنت بلان، لا تخدم الخطه العلاجيه. هو دكتور علاج لثه فاشتغل من وجهه نظره لصحه علاج اللثه، لكن ما فهمش ان الخطه العلاجيه اتضرت بشكل كبير. ده ينطبق على كل الاقسام، التقويم، علاج الجذور، فبالتالي مهم قوي نراقب على الخطط بتاعتنا، مهم قوي نتابع الخطط بتاعتنا، نعمل اشعاعاتنا كويس، نراقبها ونشتغل عليها وندرسها ونراجعها عشان نطمن ان كل بيشنت ماشي من بريتش هي از هابي، مبسوط وكمان ساتسفايد، وكمان انا ساتسفايد ان الشغل اللي طلع من بريتش جيد جدا. عشان كده كل يوم بنمشي 5 الصبح و6 الصبح و7 الصبح عشان نقضي عدد ساعات نشتغل، نناقش، نراجع الخطط العلاجية ونطمن على البيشنتس بتاعنا.